بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد الأولين والآخرين. هنشرح اليوم إن شاء الله محاضرة أو المعمل رقم 3 أو 4 اللي هو روماتويد فاكتور. هناخد والـ ASOT هي الـ RF، والـ ASOT يعني الـ Unstriptolysin O. هنبدأ المحاضرة بإذن الله في اللي هو في الـ ASOT أو الستريبتولايسين O. أوكي. طبعا البيز أو أساس عمل التجربتين الأسوت أو السي آر بي أو الـ ASOT مبني على الباسيف أجلوتينيشن. وقلنا إيش يعني الباسيف أجلوتينيشن؟ بمعنى إنه زي ما قلنا البرايمري رياكشن ما بين الأنتيجين والأنتيبادي إز إنفيزيبل، لذلك بنلاقي أحد الرياكتانتس إز كوتد ويز اللي هو لاتكس بارتيكلز أو دايز أو على سطح آر بي سيز إلى آخره. الهدف من هيك على أساس اللي احنا ايش تو سي ذا رياكشن، او احنا ايش نشوف الايه نشوف الرياكشن او نشوف التفاعل. زي ما قلنا هنتكلم عن الروماتويد. ايش هو الروماتويد فاكتور؟ لما يجي واحد يقول لي ما هو الروماتويد فاكتور، بنقول او يعني مقدم عن المفروض احنا طبعا الروماتويد ارثرايتس عبارة عن كرونيك اوتو اميون انفلاماتوري ديزيز، بيصيب طبعا اسيمتريكال يعني بيصيب الانسان على كلا الجهتين. يعني ما يجيش واحد يقول معاه روماتويد ده وقال لك بس اصابع ايديا والله بيجعوني او مش قادر احرك ركبة اليمين او ركبة الشمال. في الغالب الروماتويد ارثرايتس بيصيب اللي هي ايش اللي هي البوث سايدز او اللي هي ايش اللي هي الجهتين، يعني بيصيب الايد اليمين والايد الشمال، الرجل اليمين والرجل الشمال بما فيهم من فقرات او من articulation او من تمفصلات، يعني في الغالب بيصيب اللي ايش اللي هي الجوينتس والتيشو. الروماتويد ارثرايتس يا جماعه هو عباره عن يعتبر من ضمن الامراض بنسميها سيستميك اوتو اميون ديزيز. ايش يعني سيستميك؟ يعني هو مش مقيد بمكان معين، يعني مش بس بصيب مثلا مفاصل الايدين او مفاصل الرجلين، لا بصيب كل التمفصلات. عشان هيك بنسميه من ضمن الكونكتيف تشو ديزيز، يعني من ضمن امراض الانسجه الضامه. فممكن نلاقيه احيانا يعمل لي مشاكل في الرئتين، مشاكل في القلب، عشان هيك بنسميه سيستميك اوتو اميون ديزيز، يعني مرض جهازي. بصيب اللي هي الفئات العمريه في سن الشباب وبالذات among females، يعني هو بيصيب الستات 3 مرات قد الرجال. عشان نقول الريشيو من 3 لـ1، يعني 3 ستات قبالهم ايش اللي هو رجل. طبعا الستات اكثر اصابة بالاوتوميون ديزيز من الرجال عشان اللي هي الاختلافات الهرمونية، لان هرمون الانوثة اللي هو هرمون الاستروجين يا جماعة بنسميه ستيمولاتوري هرمون، يعني بيعمل ستيمولاشن للاميون سيستم، وايل هرمون التستوستيرون الموجود في الذكور بنسميه اميون انهيبيتوري. عشان هيك في الغالب معظم الاوتو اميون ديزيزز بتصيب السيدات اكثر من مين من ايه من الرجال. عشان احنا طبعا ما فيش فحص معين ممكن ان يعني في هناك بعض الانواع من الفحوصات زي سي ار بي بتعلى ديو تو ان انفلاميشن، يعني بيعليها العديد نيش من هو من الانفلاميشن، ولكن ما فيش عندي فحص معين. يعني الـ RF مثلا اللي هو فحص اللي احنا بدنا نشتغله اليوم عبارة عن فحص ممكن يعلى او يظهر في اكثر من نوع من الامراض زي ما هنشوف، لذلك ما هواش specific test. ولكن اذا كان وصاحب معاه physical examination و clinical examination ممكن نقول انه هذا عبارة عن فحص ايش، فحص تقييمي. تعالوا نشوف اللي هو ايش، ايش هو الـ RA او الروماتويد ايش الروماتويد ارثرايتس. يبقى اللاب دياجنوزز او التشخيصات اللي احنا بنعملها لللاب للروماتويد ارثرايتس زي الـ ESR، سي رياكتيف بروتين، سي بي سي، روماتويد فاكتور، واحنا اللي هو موضوعنا اليوم او شغلنا اليوم ANA انتي نيوكليار فاكتور، انتي سايكليك سيترولينيتد بيبتايد، هذا بنسميه الانتي سي سي بي.
الاي سي سي بي يا جماعه هذا بنسميها كونفيرماتوري تيست للروماتويد ارترايتس، لمرض الروماتويد ارترايتس بنقول اللي هي الار اي او اللي هو الاي سي سي بي او الانتي سيترونيتد سايكليك او انتي سايكليك سيترونيتد بيبتايد، هو عباره عن سبيسيفيك تيست او بنسميه كونفيرماتوري تيست يعني فحص تاكيدي. الفحص هذا يا جماعه في الغالب غالي يعني 88 شيكل، يعني ممكن يطلب الطبيب في حال انه شك في التشخيص، انما يعني احيانا لما بيجي المريض عند الطبيب والطبيب بشخصه سريريا وممكن يطلب له صورة أشعة ويطلب له ار اف. الار اف يعني فحص ب 10 شيكل يعني رخيص، وفي نفس الوقت صح بيزيد في اكثر من مرض، فالطبيب له وجهة نظر او له رؤية في هذا ايش في هذا التشخيص، لذلك ممكن هو يكتفي بهذا الفحص مع سي ار بي مع اي اس ار. اهو الفحوصات هذه بيعمل ما بينها وما بين بعضيها اللي هي ايش موافقة لهذا، او بيعمل حاجة اسمها انتربريتيشن اوف دايجنوستيك ريزلتس، يعني بيعمل تقييم للنتائج مع بعضها ايش مع بعضها البعض. طبعا احيانا زي ما قلنا ممكن نطلب رنين، ممكن اللي هي بنسميها الام ار اي ماجنتيك ريزونانس ايميجينج، ممكن طبعا ايه يطلبها الطبيب اذا كان برضه بده يشوف ايش في عند هذا المريض. التراسونوجرافي للجوينتس يعني ممكن نطلب اللي هي صورة الترا ساوند اللي هي للمفاصل. جوينت اسبيريشن انه ممكن ناخد سائل من اللي هي الجوينت ساده ونفحص نشوف ايش اللي هو الالتهابات، عن طريق انه احنا نعمل جرام ستين نشوف فيه التهاب بكتيري ولا التهاب مناعي. سيل كاونت يعني عد اللي هي الخلايا، واللي هي ممكن يعمل كلتشر عشان يقيم الوضع او حالة المريض. الروماتويد فاكتور هو موضوع محاضرة اليوم يا جماعة. الروماتويد فاكتور عبارة عن سيرولوجيكال فايندينجز للـ RA، هو مش بس للـ RA يعني بالمناسبة، زي ما قلنا إن هو ممكن إنه يكون موجود في أكثر من نوع من الأمراض، زي لما إن شاء الله في الفصل الجاي ناخد الأوتو إميون أو اللي هي المناعة السريرية، هناخد كل الأمراض ونشوف علاقة الـ RF بأكثر من نوع من إيش من هذه الأمراض. إحنا في معملنا اليوم بدنا نتعلم، ورجاء يا جماعة لأنه بنبقى نسألها كتير هذه الأسئلة في تدريب الميداني، ناس كتير بتعرفش هو إيش هو الروماتويد فاكتور. الروماتويد فاكتور هو عبارة عن أوتو أنتيبوديز أوف أي جي أم أور any class of immunoglobulins، يعني هو ايه mainly of IgM type الموجود معانا، لكن ممكن يكون other immunoglobulins يعني immuno يعني ممكن يكون IgA ممكن يكون IgG. بيتعرف هذا ال IgA directed against the Fc portion of IgG، يعني هو ايش الابيتوب بتاعه موجود في ال Fc region of IgG. طبعا ال Fc هذا يا جماعة صار لها glycosylation يعني صار لها بعض التغيرات، فاصبحت اللي هي الروماتويد فاكتور هذا اصبح اميونوجينيك، فاصبح انه في عنده نوع من انواع اللي هي الانتي بوديز انه يرتبط بايش بهذا الاي جي جي ويعمل لي اميو حاجه بنسميها اميون كومبلكسز يعني معقدات مناعيه. اميون كومبلكس يعني ايه؟ يعمل لي ترسبات. الترسبات هذه في الغالب موستلي بيبدا تترسب في الجوينتس، ممكن تترسب في عضله القلب تعمل لي مايوكاردايتس، ممكن تترسب في اللنجز تعمل لي ايش اللي هي الفيولايتس، او تعمل لي اللي هو برضه بعض امراض في ايه في اللانكس. يبقى ايش هو الار اف يا جماعه؟ هو عباره عن اوتو انتي بودي اوف اي جي ام تايب دايركتد اجينست ذا اف سي بورشن اوف هيومن اي جي جي هيومن اميونوجلوبين اللي هو ايه الاي جي جي. الروماتويد فاكتورز ممكن نلاقيه بيزيد في البلد في الساينوفيل فلويدز بنسبة من 75 ل 85% عند الناس اللي عندهم روماتويد فاكتور، وبرضه عند الناس اللي عندهم زي شوجرين سندروم. شوجرين سندروم يا جماعة ده عبارة عن مرض بيصيب الغدد اللي هي ايش بنسميها الباروتيد جلاند، او بيصيب اللي هي الحاجة بنسميها اكزوكراين جلاندز زي اللي هي السليبري جلاندز واللاكريمال جلاندز زي الغدد الدمعية والغدد اللي هي والغدد اللعابية. فممكن يعمل نوع من انواع اللي هي ايش جفاف الفم وجفاف الايش جفاف العيون، هذا ايش شوجرين سندروم. ممكن نلاقي ايش اللي هي يزيد في امراض زي ما قلنا امراض اخرى، ولكن زي ما قلنا اذا الاعراض السريريه اللي شايفها الطبيب قدامه، طبعا عشان هيك بنقول لاي واحد يا جماعه قبل ما تعمل التحليل روح على الطبيب
والطبيب هو أقدر إنه يطلب التحاليل المناسبة للتشخيص اللي هو شايفه، إيش شايفه صح، لأنه يعني حرام أجي أقول له اعمل اي سي سي بي ويكون عنده أمراض إيش، أمراض تانية. يعني الطبيب أقدر بإنه يطلب إيش، يطلب اللي هو الفحوصات. البرنسبل اوف ار افلاتكس يا جماعة نفس البرنسبل اللي احنا أخذناها في المحاضرة اللي فاتت، ولكن هنا بنسميها سلايد اجلوتينيشن ايش، اجلوتينيشن تيست. هذا بنسميها من نوع انواع الباسيف. ليه باسيف؟ لانه زي ما قلنا اللي هو الانتيجين او الانتي بودي ار كوتد ويز ايش، ويز انذر ايجنت. طبعا هذه الطريقه لاتكس اجلوتينيشن تيست تم تطويرها بواسطه اللي هو سينجر وبلوتس سنه 1956، يعني من زمان هذه الطرق اللي هي بتنعمل. طبعا زي ما قلنا اللي هو البولست مين الان، ها احنا عليش بدنا ندور يا جماعه، بدنا ندور على ايش، على الروماتويد فاكتور. الروماتويد فاكتور عباره عن مين، عن او 2 انتي بودي اوف اي جي ام تايب. يبقى انا في المعمل بده يكون عندي مين، بده يكون عندي ايش اللي هي الاي جي جي. يبقى انا باجي ايش الاي جي جي هان، بروح وانا اعمل له كوتينج على ايش، على بوليستيرين لاتكس او على الماده اللي ايش، الماده البيضاء او الماده اللبنيه. السيرم احنا بندور على مين، احنا بنعمل ديتكشن لمين، للار اف. يبقى السيرم موجود في ايش، ار اف. يبقى انا هسحب عينه من المريض، هفصل السيرم، وهبدا طبعا ايش، طبعا دائما في شغل السيرولوجي يا جماعه لازم ناخد سيرم. البلازما بتنفع، ولكن ممكن تعمل لي بعض الايش اللي هي الفولس بوزيتيف او فولس نيجاتيف ريزلتس. لذلك باخد سيرم وبروح بأول حاجة بجيب 1 دروب على اللي هي السلايد الموجودة معايا. في الغالب هدول بيجيبوا سلايد لونها سودا عشان طبعا اللاتكس أبيض فالرؤية بتكون أحسن، وفيها سيركلز. بنحط سيركل طبعا في أول النهار، لازم نعمل زي ما قلنا إيش، بوزيتيف كنترول ونيجاتيف إيش، ونيجاتيف كنترول. هدول بيكونوا موجودين معايا بالكوميرشال كيت أو باللي هو إيه، بالكيت الموجود معايا. طبعا نقطة السيرم احنا اللي هي المفروض بندور على الار اف، ونقطة اللي هي اللاتكس اللي هو ايش اللي فيها اللي هي الاي جي جي، المربوط مع مين او المعلق بمين، باللي هو اهو زي ما احنا شايفين هذا عبارة عن الاي جي جي كوتد ويز ايش، ويز لاتكس. ماشي الحال يا جماعة. وطبعا هاي زي ما احنا شايفين قدامنا، يعني عند اللي هي الاي جي ام هذا بنتمرك زي ما احنا شايفين. يبقى بيبدأ الاي جي ام اذا كان اللي هي الاي جي ام هذا موجود في السيرم بتاع هذا المريض، هيبدأ يرتبط بالاف سي بورشن اوف ذا اي جي جي اللي هو مربوط مع مين، مع اللاتكس. لذلك هنبدأ نلاحظ ظهور اجلوتينيشن او ظهور اللي هي تفاعل اللي هي الالتصاق اهو زي ما هو موجود معايا. ادا التست، ادا بوزيتيف تيست، وادا النيجاتيف اي تيست. يبقى هنا بنقول ايش اهو بوزيتيف. في الشغل هذا يا جماعة يعني الوضع مش محتاج يعني حاجة كتيرة، زي ما قلنا شبيه إلى حد كبير باللي احنا أخدناه مع اللي هو. طبعا لازم يكون عندي معايير زي ما قلت، أنا باخد 1 دروب 50. طب دايما الدروب يا جماعة بتاعت السيرولوجي أو أنا هي تعادل حوالي 50 مايكروليتر من اللي هو الريجنت على 50 مايكروليتر من السيروم، وبعمل ميكس مع ستيرنج. يعني بعمل ايش اللي هي بمزج العينه وببدا اعمل ايش روتيشن زي ما شفنا في المعمل اللي فات، وببدا طبعا اللي هي تو اوبزيرف ذا اجلوتينيشن. لازم اوفر الشروط، الشروط اللي انا اعمل ايش مزج للعينه صح، اوفر درجه حراره صح، التزم بالوقت اللي ايش الموجود معايا. مثلا هنا بقول لي ممكن يقول لي within 2 minutes، انما اول ما حطيت احيانا لما يكون سترونج بوزيتيف، اول ما تحطه تعمل ميكس بيبدا يظهر معاك الاجلوتينيشن، خلاص ما فيش داعي استنى ليش لا دقيقتين. انما انا الوقت المسموح لي انتظر فيه عشان اقول نيجاتيف او بوزيتيف هو 2 مينتس. انما لو ظهر معايا قبل ال 2 مينتس بكمل شغل، بعمل ايش زي ما قلنا دليوشنز، او بعمل تايتريشن، او بدي اشوف قديش التايتر اللي ايش اللي هو المطلوب. اوكي،
طبعا انا يا جماعه ما يجيش انا اروح انا مثلا الريجنت خلص من عندي ابدل من مكان لمكان، او امزج ضال ندفع من هنا هذه الشركه وهذه الشركه، او حتى لو من نفس الشركه لا خلاص خلص عندك الريجنت خلاص، يعني بتطلب كت تاني او بتطلب ريش الريجنت تاني. تخزين الريجنت لازم قبل ما اشتغل زي ما قلنا بطلعه، وبعد ما بخلص شغل على طول بدي ارجعه لايش، اللي هي الثلاجه، لانه طبعا اذا خليته برا يوم ولا يومين ممكن ايش يبوظ او يخرب الريجنت. لازم طبعا اراعي الاكسبيريشن دي، يعني اذا وصلت للاكسبيري ديت اللي هي وقت اللي هي انتهاء الصلاحية خلاص برضو بدي هذه. طبعا يا جماعة هذه امانة وهذه مسؤولية، مش لازم انا اعتمد على شطارتي او ان انا يعني مجانيش تحليل او فحوصات واروح انا مشتغل عليه هو ايش وهو اكسباير. اوكي طبعا النيجاتيف والبوزيتيف كنترولز التزم بالنيجاتيف والبوزيتيف كنترول للكت اللي انت بتشتغل عليه، لانه كل كت له ايه له كنترولاته له اللي هو شغله ايه شغله الخاص. لما تاخد طبعا العينات اي حاجه في الكت يا جماعه ديسبنسرز ما تروحش وانت مستعملها تاني، يعني جبت مثلا التبس اللي بتسحب فيها او الدروبر اللي موجوده معاك تروح وانت جايب مثلا من المريض هذا وتستخسر انك ترميها وتروح وانت مستعملها للمريض التاني، او حتى لنفس المريض لما تعمل يا جماعة سيريال دليوشنز ما تحاولش تستعمل نفس ليش لا الدروبر ولا ايش ولا التبسة تاعت ليش تاعت المايكروبايبتس. كل حاجة بتستعملها بتروح وانت بتغير من فحص لفحص، من تايتر لتايتر، من مريض لمريض، كلها حقها ايش يعني ما بتفرقش معاك لا في الوقت ولا بتفرق معاك في ايش في اللي هو في الفلوس. اوكي طبعا الرياكشن لازم اذا يعني غم عليك بتروح جنب مصدر ضوء عشان تشوف الايش الاجلوتينيشن ايش الاجلوتينيشن واضح معاك. اوكي طبعا فوق كل هذا وهذا يا جماعة، لما أنا باجي كل شركة وكل مؤسسة ليها recommendations وليها توصياتها وليها قواعدها، فأنا أول ما أو حتى قبل ما أشتري اليوم بإمكاني أنا أخش أفوت على الإنترنت وأروح أدور على الشركات. طبعا إحنا هنا يمكن مقيدين بالشركات اللي بتشتري لنا الكتات من هنا، فأنا ممكن أروح على الشركة الفلانية وأقرأ طبعا إيش اللي هي البامفلت الموجود مع اللي هي الكيت واقراه كويس، اشوف ايش اللي هي السبيسمن نوع العينات. احيانا بقول لي لايبيميك سامبلز ريفيوز، يعني اذا كانت العينه بعد ما فصلتها ما ادكاش سيرم كويس سترو يلو ما تشتغلش. لايبيميك سامبلز اللي هي دائما بلاقيها لونها ابيض، طب ما هو لونها ابيض ممكن ايش تخربطني في ايش في الفحص. الهيمولوتيك سامبلز اذا فيها هيمولوسيس برضه قيمها. احيانا في بعض كتات تانية بقول لك اذا في نوع من انواع الدواء بياخد ولا بياخدش دواء برضه ايش ليش ما تستعملوش. اوكي طبعا لازم احنا ايش نتجنب اللي هو ايش الكونتامينيشن. الفحص هذا يا جماعة في الغالب يعني بيديني نورمال اللي هي الفاليوز بيقولي اب تو 8 انترناشونال يونت بير ميل، بمعنى انا لو طلع اول فحص معايا بوزيتيف يبقى بدي احضر ايش سيريال دليوشن زي ما قلنا، بجيب لي 3 او 4 انابيب. في الانبوبه الاولى طبعا ممكن احط 100 مايكرو لتر، اذا بديني بفر باخد البفر، مش مديني بفر ممكن جاي لي استعمل ووتر ديستلد ووتر او سلاين بستعمل السلاين. طبعا زي ما قلنا انا مقيد بمين بالشركه. اوكي معاها بفر يبقى باخد البفر، احيانا بقول البفر هذا بده يتخفف فبدي اخد باله بدي اخفف ايش بدي اخفف البفر، لان لو ما خففتهوش برضه هيعمل لي مشاكل وهيعمل لي ايش اللي هي فولس بوزيتيف او نيجاتيف ايش نيجاتيف ريزلت. يبقى انا طلع معايا بوزيتيف بدي اعمل السيريال دليشن زي ما تعلمنا، وبعد 1 لـ 2 1 لـ 4 1 لـ 8 وهكذا. عملت الفحص طلع معايا التايتر نيجاتيف، اول تايتر 1 لـ 2 نيجاتيف طلع، يبقى بقول ايش هذا 8 انترناشونال يونت بيرميل، باخد طبعا زي ما قلنا اللي قبليها. طب عملت 1 لـ 2 طلع بوزيتيف لكن 1 لـ 4 طلع نيجاتيف، يبقى بضرب 2 في 8 بقول هذا عنده 16 انترناشونال بيرميل.
طيب عملت واحد لأربعة طلع بوزيتيف، واحد لثمانية طلع بوزيتيف، واحد ل16 طلع بوزيتيف، واحد ل32 طلع نيجاتيف، يبقى بقول 16 اللي قبليها في 8 بيطلع عندي مثلا رقم معين 100 وحاجة و20. اوكي واضح يا جماعة؟ يبقى هذا ايش؟ التايتر. طبعا احنا بنعمل احيانا تايتر اذا شاكين. احيانا يا جماعة لما باخد مثلا سيرم مع ريجنت على طول مباشرة ويطلع عندي نيجاتيف، يبقى ممكن يكون عندي مثلا في الغالب التايتر عند الانتي بوديز عالية جدا وكمية الايبيتوبس اللي انت حطيتها واطية، لذلك ممكن اعمل تايتريشن. وهذا بيرجع طبعا ايش؟ حسب حالة المريض او حسب وضع ليش وضع المريض، عشان انا اتلاشى اللي هي البروزون فينومينون اللي هي الريلاتيف كونسنتريشن او التركيز النسبي ما بين الانتجين والانتي بوديز. زي ما قلنا لابد ان يكون اوبتيمال، يعني لا هو الانتي بودي اكسس ولا الانتجين ايش اكسس. اوبتيمال يعني الاثنين ريلاتيفلي مش 100%، يعني الى حد ما نسبيا بتساوي ايش؟ بتساوي او بتساوي بعضهم البعض. هذا زي ما قلنا يا جماعة، بضرب 8 في التايتر اللي بيطلع معايا، بيطلع عندي ايش اللي هي قديش كمية الايش اللي هي الار اف الموجود ايش الموجود عند هذا المريض. اوكي هذه بعض اللي هي بعض النتائج وماذا تعني هذه النتائج. مثلا الار اف تيست ماست بي انتربريتد ان كونجنكشن، زي ما قلنا يعني نتيجة التحليل لازم احنا ايش نوافقها او نشوف او نتبعها مع وضع او حالة ايش حالة المريض او التاريخ المرضي او التاريخ السريري لهذا المرض. العلامات والاعراض مع وجود اللي هي significant titer، ممكن اقول والله التايتر هذا عنده 128، 128 يعني يعتبر تايتر عالي بالنسبة لايش لشغل شغل السيرولوجي. لذلك طبعا ايش بد علاج الطبيب، لقى التايتر نزل، يبقى ايش المريض هذا ايش المريض هذا مستجيب. طبعا نيجاتيف ار اف ممكن يا جماعه يعني احيانا في ناس بنسميهم سيرو نيجاتيف. ايش يعني سيرو نيجاتيف؟ يعني امصاله ما بيظهرش فيها انتي بوديز، انما هو معاه روماتويد ارثرايتس، والطبيب من الوضع السرير او الفحص تاعه متاكد ان هو ايش هذه علامات اللي هي مرض روماتويد. لذلك زي ما قلنا بيعمل فحص تأكيدي زي اللي احنا سميناه انتي سايكليك سيترولينيتد بيبتايد او بنسميها الاي سي سي بي. اوكي هذا كونفيرماتوري تيست او فحص ايش فحص تأكيدي. اوكي زي ما قلنا ممكن نلاقي 1 ل 5% من الناس ممكن يكون عندها الار اف بوزيتيف ولكن مش ظاهر عليهم ايش ظاهر عليهم اعراض اللي هي روماتويد. ممكن يكون عندهم امراض تانية زي شوجرين سندروم زي ما قلنا، اس ال اي بنسميها مرض الذؤبه الحماميه، اندوكارديتس اللي هي التهاب عضله القلب، تي بي اللي هي التوبركلوزز اللي هي السل الرئوي، سيفلس، اتش اي في، هيباتيتس، انفكتشوس مونونيوكليوزز. كل هدول ممكن يا جماعه يعني يكون عندهم الار اف بوزيتيف او التايتر بتاع الار اف ايش. ممكن بعض انواع من الكانسرز او التيومرز، لوكيمياز، مالتيبل مايلوماز، بعض البارازيتك انفكشنز، عشان هيك بنسميه الار اف بنقول عنه نون سبيسيفيك. نون سبيسيفيك تيست يعني فحص غير مخصص لمرض ايش لمرض معين زيه زي اللي ايش يعني الى حد ما الاي اس ار والسي ار بي، لكن هذا يمكن يعني كله شويه يعني عنهم. اوكي طبعا زي ما قلنا الار اف بنعتبره نوع من انواع المونيتورينج، يعني انا عملت ار اف لقيته مثلا بوزيتيف وبدي اتاكد، الطبيب يتاكد ويحلف يمين، بيعمل له الاي سي سي بي لقى بوزيتيف، خلاص بيعمل الاي سي سي بي مره واحده تاكد من تشخيصه، يبقى بعد هيك ببطل يطلب هذا ايش هذا اللي هو ايش هذا الفحص. اوكي الفحص الثاني يا جماعه الاسوت، والاسوت زيه زي الار اف وزيه زي السي ار بي. الاسوت يعني انتي ستريبتولايسين او تيست، انتي ستريبتولايسين او تيست بنسميه اي اس او او اي اس ال او. اي اس او انتي ستريبتولايسين او تيست، اي اس او اي اس ال او انتي ستريبتولايسين او تيست، الاثنين ايه الاثنين صح.
الستريبتوميسين او عباره عن هيمولوتيك فاكتورز، ممكن نسميه توكسينز او انزيمز بروديوسد تفرزه العديد من سلالات الستريبتوكوكس بايوجينز، او بنسميها جروب اي بيتا هيمولوتيك ستريبتوكوكاي، اللي هي المايكرو اورجانيزمز بنسميه ستريبتوكوكس بايوجينز، او اللي هي القيحيه بسميها اوكي. الستريبتوكوكس انا بديش اقول لكم شيء، الستريبتوكوكس لان كنتوا اخذتوه تفرز تو تايبس اوف ستريبتولايسين. ستريبتو يعني ايش؟ جام ستريبتوكوكس. لايس يعني لايسين، انا ايش تعمل على اللي هي ايش اللي هي لايسز للبلاد. فهذا النوع من انواع التوكسينز في منهم سميناه او لانه في عنده تو تايبس، لها ستريبتولايسين او ستريبتولايسين اس. او يعني اكسجين لبايل، اس يعني اللي هي اكسجين ستيبلز، يعني ايش هذاك يتاثر بوجود او محب للاكسجين، هنا ستيبل في وصف في وجود الايش الاكسجين. الاو از انتيجينيك، عشان هيك ممكن نتكون له انتيبوديز وممكن ندور عليه ونلاقيه، وهو يدلل على انه هذا المريض مصاب بستريبتوكوكس. الاس نون انتيجينيك، عشان هيك طبعا ما بنلاقيش هذا ايش هذا الفحص، او بنعملش الايش هذا ايش هذا الفحص. وزي ما قلنا الاثنين بيعملوا ايش هيموليسيس، يعني تحطيم او تكسير لكرات الدم ليش اللي هي الحمراء. هذا التوكسينز له زي ما قلنا دايركت افكتس، يعني من ضمن اللي هي بنسميها المضاعفات تاعت اللي هي الستريبتوكوكس بايوجينز، انه ممكن يعمل لي العديد من ايش من الامراض، من ضمن هذه الامراض اللي هي الروماتويد، او اللي هي ايش بنسميها روماتيك فيفرز، الحمى الروماتيزميه، وهي مش زي الروماتويد ارثرايتس، انما برضه ممكن تعمل لي الام في المفاصل او وجع ايش وجع في إيه المفاصل. ممكن تعمل يا جماعه جلوميرولونيفرايتس يعني التهاب في الكلى، وممكن تعمل لي اللي هي ايش اللي هي مايوكاردايتس او التهاب في عضله الايش في عضله القلب، زي ما اخذته لما اخذته مع ايش مع الدكتور نبي. فاحنا هذا يعتبر رابيد تيست وجود، اللي هي احيانا في الغالب يعني يستعملوا بطلبوه تعاون الاي ان تي يعني الانف والاذن والحنجره، لانه هذا من ضمن الميكروبات اللي بتعمل تونزيلايتس يعني التهاب في ايش في اللوزتين. فبنلاقي المريض طبعا البكتيريا موجوده في اللوز، ولكن التوكسين ساحة راح على البلاد وعمل لي الجوينت وعمل لي صار اللي بيجيها اللي بيجيهم اكثر من مره في الشهر ولا في السنه، ممكن يكونوا طبعا بيعانوا من دائما عندهم رجليهم ومفاصلهم وعندهم وجع والى ايش الى اخره، وممكن زي ما قلنا يتطور يصير عنده التهاب كلوي، وممكن يصير عنده ايش التهاب في عضله الايش في عضله القلب. اوكي طبعا هذا عباره عن سبيسيفيك تيست، ممكن نلاقيه يعلى التايتر تاعه بعد تقريبا على طول. اوكي لكن الانتي بوديز لهذا النوع من السموم ممكن نلاقيها موجوده ايش في اللي هو في البلاد بعد طبعا ايش فتره. اوكي يعني بعد 7 ل 14 يوم دائما الانتي بوديز يا جماعه بيبدا التايتر تاعها ايش تاعها يعلى. اوكي السيجنيفيكانس اوف اس او تي، يعني ما هي الاهميه بتاعت هذا الفحص او هذا الاختبار، زي ما قلنا يعتبر سيرولوجيكال تيست للكشف عن الستريبتوكوكس جروب اي، وطبعا هذا زي ما قلنا ممكن انا الاقي الانتيجنز موجود طبعا بعد ما يبدا التضاعف لهذا الميكروب. طبعا مش كل الميكروبات ممكن تفرز هذا السم، انما يعني تقريبا هو الستريبتوكوكس جروب اي ريال بايوجينز بيفرز هذا ايش اللي هي هذا الفحص، وبنستعمله زي ما قلنا في تشخيص الروماتيك فيفر والجلوميرولونيفرايتس والمايوكاردايتس وايش الى اخره. طبعا هذا ممكن نعمله يا جماعه اذا كان عمليه الكالتشرنج طبعا، يعني انا بدي اتاكد انه هذا الميكروب هو عباره عن ستريبتوكوكس جروب اي، ممكن اعمل كالتشر، ولكن السيرولوجي زي ما قلنا ايش على السريع خلال هنا الكالتشر ممكن تاخد 2 دايز، ولكن هذا الفحص ممكن ياخد ايش اللي هي نص ساعه ولا اقل ولا اكتر. اوكي طبعا زي ما قلنا الانتي بوديز ممكن تظهر في المريض بعد 7 الى 10 ايام من الاصابه. الانتي بوديز ممكن نلاقيها موجوده في الدم تقعد لفتره معينه،
في الأسبوع الثالث نلاقيها في حوالي من 90 ل 95% من المرضى، في الثاني من 70 ل 75، وهكذا. يعني كل ما طلعنا أو كل ما زادت الفترة ممكن نلاقي التايتر هذا إيش هذا موجود. طبعا زي ما قلنا هذا يعتبر رابيد تيست أو فحص سريع بدلل لي على وجود هذا إيش هذا المرض، أو هذا اللي هو إيش إنه هذا مصاب بالستريبتوكوكاس جروب إيه. فبيبدأ الدكتور يدي أنتيبيوتيك أو مضاد حيوي عشان يقضي على هذا الميكروب اللي بيفرز هذا التوكسين. طبعا دلائل إنه الميكروب هذا مات، طبعا المفروض يعني هو ياخد مسحة من اللوز ويعمل مزرعة عشان يشوف ايه حساسية الميكروب هذا للمضاد الحيوي، ويبدأ يدي العلاج ايش يدي العلاج مظبوط. فبيبدأ بعد هيك بده يعمل مونيتورنج عن طريق فحص ايش الاي اس او تي، لكن مش على طول، لانه هذا الانتيبادي له هاف لايف تايم، يعني له اللي هي متوسط نص عمر. مش انا اديله اليوم واقول له روح بكره ولا بعده، لا، اذا لقيت التايتر والله معليش معناته في استجابه لهذا ايش لهذا لقيناه نزل شويه، برضه بيدلل على انه ايش هذا بدا ايش بدا يستفيد. طبعا البرنسبل اوف ذا تيست هنا، طبعا ممكن هنا في الكت يديني بفر معين، واستعمل طبعا برضه بوليستيرين لاتكس. يعني اللون ممكن يختلف يا جماعه حسب لون اللي هي ايش الماده اللي انا ايش اللي هي بستعملها. طبعا البوليستيرين لاتكس هذا بتكون كوتد ويز مين، انا بدور على الانتي بودي، يبقى بده يكون عندي ايش اللي هي الانتجين اللي بنسميها ستريبتولايسين ايش او انتجين. طبعا الستريبتولايسين او انتجين هذا اللي جاي معايا من الشركه بعمل له ميكس مع السيرم اللي بيحتوي على الانت ستريبتولايسين ايش او تيست. وطبعا زي ما قلنا بالنسبه للبريكوشنز وكل اللي احنا حكيناه في المحاضرتين او المعملين اللي فاتوا او اللي هي التطبيقين، نفس الحاجه بالنسبه ليش لهذا الفحص اهو، هذا اللاتكس وهذا اللي هي الانتيجين، وهذا عند الايه الانتي بودي بيبدا يرتبط ويعمل لي ايش اللي هو الاجلوتينيشن زي ما احنا ايش زي ما احنا شايفين اهو، هذا اجلوتينيشن. طبعا لازم انا يا جماعه زي ما قلنا في الغالب 1 دروب يعني 50 مايكروليتر على 50 مايكروليتر من السيرم، بعمل ميكس وبتقيد بالوقت اللي ايش 2 minutes في الغالب يعني دقيقتين. معظم الشركات في هذا النوع من الفحوصات ظهر معايا خلال ال 2 minutes ان شاء الله من اول مره، على طول بقول بوزيتيف وببدا اعمل تايتر، ما ظهرش معايا ببدا يا جماعه ايش اللي هي استنى لدقيقتين، اداني زي هيك زي هذا هو اهو هذا نيجاتيف وهذا نيجاتيف، يبقى بقول ايش اللي هو less than 200 international unit، هذا اللي هي النورمال لغاية، لأنه طبعا زي ما قلنا إنه معظمنا ممكن نلاقي في بعض الأنتي بوديز موجودة نتيجة لتعرضنا لبعض اللي هي الستريبتوكوكس هذه. فهنا السيجنيفيكانت تايتر يعني التايتر اللي بقدر أقول هذا عنده تنزاي أو عنده هذا السم سيجنيفيكانت، يعني له دلالة إحصائية، يعني دلالة يعني وجود فوق ال 200، بقول والله هذا إيش ممكن يشكل او يكون هو السبب في حدوث هذه العلامات او الاعراض الموجوده مع هذا المريض. النتائج انا لما بدي اعمل قراءه النتائج يا جماعه الانتربريتيشن اوف ريزلتس زي ما قلنا اداني نيجاتيف، يقول بكتب ليس ذان 200 انترناشونال يونتس، بكتبش نيجاتيف وبسكت، لا بقول نيجاتيف ليس ذان 200 انترناشونال يونت بير مل. اوكي واضح يا جماعه؟ لو كان عندي طبعا داني في اول عينه بوزيتيف بروح بكمل بعمل تايتر تايتريشن 1 ل 2 1 ل 4 1 ل 8، اذا اداني 1 ل 2 بوزيتيف 1 ل 4 نيجاتيف يبقى زي ما قلنا بضرب 2 في 200 يبقى بقول 400 انترناشونال يونت، 4 وده في 8 نيجاتيف يبقى 4 في 200 800 وهكذا. اوكي او زي ما هو موضح احنا او اخذنا اللي هو التايتريشن بنسميها سيمي كوانتيتيف سيمي كوانتيتيف تيست. اوكي او انا بوريني زي ما قلنا ازاي بديش اضرب اوكي حسب التايتر اللي بيطلع ايش اللي بيطلع معايا، بضرب اللي هو ايش اللي هي ال 200 بضربها في اللي هو التايتر او الهايست دليوشن او اعلى ايش اعلى دليوشن زي ما قلنا، اذا ادى اللي بعديه نيجاتيف باخده هو وبأضرب في ايش في 200 انترناشونال يونت. اوكي
اوكي. طبعا هذا زي ما احنا قلنا بوزيتيف ممكن يوضح لي اصابه باللي هي الجروب اي وسي وجي، في الغالب طبعا ستريبتوكوكس بايوجينز اللي هي طبعا تعتبر من ضمن المايكرو اورجانيزمز اللي ممكن تعمل لي يا جماعه اللي هو تونزيلايتس، بيربرال سيبسز يعني حمى النفاس. الستات اللي معاهم حمى بيصير معاهم حمى بعد الولاده، ممكن اللي هي بعض انواع هو بيفرز اكتر من هذه، بس اللي بيعمل المرض الروماتيزم، عشان هيك بنقول يا جماعه الار اف والسي ار بي والاسود، ثلاث فحوصات هذول في الغالب بنطلبوا ايش، بنطلبوا مع بعضهم البعض، لانه زي ما قلنا السي ار بي اي انفلاميشن بيرفعه، الار اف برضه عباره عن فحص اللي هي الروماتويد او اللي هي الروماتيزم، والاي اس او تي بدنا نشوف هل هو ار اي ولا ار اللي ايش، ولا اللي هي حمى روماتيزمي، اوكي روماتيك فيفر ولا روماتويد ارثرايتس. اوكي طبعا زي ما قلنا ممكن نعمل، احنا مش في صدد ان احنا نقول اللي هو ايش الميكروبات اللي بتعمل، ممكن تعمل زي ما قلنا التهاب الحلق، روماتويد ار فيفر، روماتيك فيفر، سكارلت فيفا اللي بيسموها الحمى القرمزية، بتلاقي جلد الواحد صار ايش زي عرف الديك، او بوست ستريبتوكوكال. ايش يعني بوست ستريبتوكوكال يا جماعة؟ يعني شغلات جاية من التوكسينز اللي بتفرزها مين؟ الستريبتوكوكاس بايوجينز زي ما قلنا جلوميرولونيفرايتس او اندوكاردايتس او الى اخره. طبعا زي ما قلنا هذا الامبورتنت نوتس، بعض اللي هي التحاليل ممكن نطلب فحوصات تانية زي انتي دي ان ايز، انتي ديوكسي كربون نيوكلييز. اوكي هدول طبعا مع الاي اس او ممكن ايش، احنا مش في صدد الستريبتوكوكل يا جماعة، احنا بس هنا المهم ان احنا بدنا نعرف ايش هو ايش الاي اس او تي. ارجو انكم تكونوا عرفتوا ايش يعني اي اس او تي. اوكي بعض الفولس بوزيتيف ريزلتس ممكن تظهر يا جماعه اذا كان عنده الفايبرينوجين عالي، هيموليسيز، ليبيد زي ما قلنا، هذول ممكن تديني ايش فولس بوزيتيف ريزلتس. الريجنت صار في تاكسد، بكتيريا الكونتامينيشن، هذول ممكن يعطوني فولس بوزيتيف ايش، فولس بوزيتيف ريزلتس زي ما ايش زي ما احنا حكينا. اوكي okay.